السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي الكرام مشتركي القناة، مرحبا بكم. هذا تصحيح نموذج لامتحان فرض محروس الرقم الأول بالنسبة للثانية، بكالوريا علوم الحياة والأرض وعلوم فيزيائي. الفرض محروس رقم واحد، نعتبر الدالة f لx يساوي x ناقص 2 جذر مربع x زائد 1. السؤال الأول هو حدد مجموعة تعريف الدالة f. السؤال الثاني بين أن الدالة f متصلة على المجال ناقص واحد زائد ما لا نهاية. سؤال ثلاثة بين أن النهاية ديال f لx عندما أقول x إلى زائد ما لا تساوي زائد ما لا نهاية. رابعا بين أن f بريم لx تساوي جذر مربع x زائد 1 ناقص 1 على جذر مربع x زائد 1. خامسا بين أن f بريم لx أصغر من أو يساوي صفر لكل x من ناقص 1 زائد ناقص 1 صفر، وأن f بريم لx أكبر من أو يساوي صفر لكل x من صفر زائد ما لا نهاية. سادسا ضع جدول تغيرات الدالة f على المجال ناقص 1 زائد ما لا نهاية. وسابعا بين أن f لx أكبر من أو يساوي ناقص 2 لكل x من مجال ناقص 1 زائد ما لا نهاية. ثامنا استنتج حلول المتراجعة f لx زائد 2 أكبر من أو يساوي 0 على آخر. تاسعا نعتبر الدالة g قصور الدالة f على المجال e يساوي صفر زائد ما لا نهاية. بين أن الدالة جي تقبل دالة عكسية على المجال جي يجب تحديده. بين أن المعادلة جي لإكس تساوي صفر تقبل حلا واحدا ألفا من المجال 4 6. جيم بين أن ألفا أس 2 ناقص 4 ألفا ناقص 4 يساوي صفر. دال حدد نقطة تقاطع السلة إف مع محوري المعلم. ها حدد جي ناقص واحد لناقص أو صورة ناقص جوج بالدالة العكسية لجي و جي لموانزان لصفر. تا حدد صيغة جي موانزان لإكس لكل إكس من جي. وعاشرا السؤال عشر، حل في أغ المتراجحة إف لإكس أكبر من أو يساوي صفر فقط انطلاقا من جدول التغيرات. أما بالنسبة للتمرين الثاني فالسؤال الأول فهو بسط العدد أ اللي هو 27 أس 2 على 7 في 81 أس 1 على 4 مقسومة على 3 أس 14 على 3. ثانيا احسب النهاية التالية، النهاية ديال الجذر من الرتبة 4 ديال إكس أس 3 زائد 27 زائد 3 على إكس، والنهاية ديال الجذر من الرتبة 3 ديال إكس زائد 27 ناقص 3 على إكس، وجيم النهاية ديال الجذر من الرتبة 1000 لإكس أس 7 ناقص 3 إكس أس 2 زائد 4 عندما أقول إكس إلى زائد ما لا نهاية. والسؤال الأخير، نعتبر الدالة f ل x يساوي x أس 2 زائد 2 x ناقص a عندما يكون x أصغر من 2، و 2 x أس 2 ناقص a زائد b على x عندما يكون x أكبر من أو يساوي 2. السؤال هو حدد العلاقة بين a و b لكي تكون f متصلة في النقطة 2. الآن سوف نمر إلى التصحيح. بالنسبة لمجموعة التعريف فما بداخل الجذر خص يكون يعني أكبر من أو يساوي صفر، يعني أن x زائد 1 أكبر من أو يساوي صفر، يعني أن x أكبر من أو يساوي ناقص 1، وبالتالي مجموعة التعريف هي من المجال ناقص 1 زائد ما لا نهاية. السؤال الثاني هو اتصال f على المجال ناقص 1 زائد ما لا نهاية. لدينا الدالة x زائد 1 متصلة لأن دالة حدودية، وبالتالي فهي متصلة على المجال ناقص 1 زائد ما لا نهاية. وبما أن ما يكون x ينتمي إلى المجال ناقص 1 زائد ما لا نهاية x زائد 1 أكبر من أو يساوي صفر، إذا جذر مربع أو الدالة لجذر مربع x زائد 1 فهي متصلة على المجال ناقص 1 زائد ما لا نهاية، وبالتالي إذا ضربنا الدالة في عدد فتبقى أيضا دالة متصلة. ولدينا x دالة متصلة على ناقص 1 زائد ما لا نهاية، ومنه فإن f دالة متصلة على ناقص 1 زائد ما لا نهاية كمجموع دالتين متصلتين. السؤال ثلاثة، لنبين أن النهاية ديال f لx عندما أقول x إلى زائد ما لا يساوي زائد ما لا نهاية. لدينا ليميت f لx عندما أقول x إلى زائد ما لا تساوي ليميت ديال x ناقص 2 جذر مربع x زائد 1. هنا لدينا شكل غير محدد، وبالتالي سنمر إلى التعميل ما بداخل الجذر ب x أس 2. سوف أعمل x أس 2 جذر مربع x أس 2 ل x أس 2 عامل 1 على x زائد 1 على x أس 2، وبالتالي سوف أفرغ الجذرين. أو سوف استعمل جذر مربع أ في جذر مربع بي يساوي جذر مربع أ بي، بالتالي فهو يساوي ليميت ديال إكس ناقص جوج إكس جذر مربع واحد على إكس زائد واحد على إكس أس 2 يساوي ليميت ديال إكس عامل لواحد ناقص 2 جذر مربع واحد على إكس زائد واحد على إكس أس 2. لدينا النهاية ديال واحد على إكس زائد واحد على إكس أس 2 فهي تساوي صفر، إذا النهاية ديال واحد ناقص جوج جذر مربع إكس واحد على إكس زائد واحد على إكس أس 2 فهي تساوي واحد، وبالتالي إذا ضربنا العدد واحد في زائد ما لا نهاية سوف تصبح
زائد ما لا نهاية. بالنسبة للسؤال 5 لنبين أن اف بريم لي اكس تساوي جذر مربع اكس زائد 1 ناقص 1 مقسوم على جذر مربع اكس زائد 1. لدينا اف بريم لي اكس تساوي اكس ناقص 2 جذر مربع اكس زائد 1 بريم، اللي هي تساوي اكس بريم ناقص 2 جذر مربع اكس زائد 1 بريم. العدد ك سوف اتركه، بالتالي سوف استعمل فقط اشتقاق الجذر اف، اللي هي جذر اف على اللي هي اف بريم على 2 جذر مربع اف. بالتالي المشتقه ديال اكس هي 1، يعني هي 1 ناقص 2 اكس زائد 1 المشتقه ديالها على 2 جذر مربع اكس زائد 1 التي تساوي 1 ناقص، اختزل ب 2 واجد 1 على جذر مربع اكس زائد 1، ومن بعد تحيد المقام ساجد اف بريم لاكس تساوي جذر مربع اكس زائد 1 ناقص 1 على جذر مربع اكس زائد 1. السؤال السادس، اذا كانت يعني هنا الاشاره ديال الداله اف بريم لاكس، لدينا المقام موجب لان جذر مربع اكس زائد 1 اكبر قطعا من صفر، وبالتالي اشاره اف بريم لاكس هي اشاره فقط جذر مربع اكس زائد 1 ناقص 1. اذا كان اكس ينتمي الى المجال ناقص 1 0 فان اكس محصور ما بين ناقص 1 0، سوف اضيف للمتفاوته لكل من 1، سوف تصبح اكس زائد 1 محصور ما بين 0 و 1. أمر إلى جذر مربع لأنه كل أعداد موجبة، بالتالي فهي جذر مربع إكس زائد 1 تكون أصغر من أو يساوي 1 وأكبر من أو يساوي 0 من طبيعة الحال، وبالتالي جذر مربع إكس زائد 1 ناقص 1 أصغر من أو يساوي 0، ومنه إف بريم لي إكس أكبر من أو يساوي أصغر من أو يساوي 0. وبالنسبة لإكس ينتمي إلى المجال 0 زائد ما لا نهاية، إكس أكبر من أو يساوي 0 أي أن إكس زائد 1 أكبر من أو يساوي 1، ومنه جذر مربع اكس زائد 1 ناقص 1 اكبر من او يساوي 0، اي ان الاف بريم لي اكس اكبر من او يساوي 0. بالنسبه لجدول التغيرات استنتاجا من هذا السؤال 6، على المجال 0 زائد ما فهي موجبه، وعلى المجال ناقص 1 0 فهي سالبه، وبالتالي الداله اف فهي تناقصيه من المجال على المجال ناقص 1 0 وتزايدي على المجال 0 زائد ما، والصوره ديال ناقص 1 هي ناقص 1، والصورة ديال صفر هي ناقص 2، والنهاية عند زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية. السؤال 7، من خلال جدول التغيرات بين أن اف لي اكس أكبر من أو يساوي ناقص 2. من خلال جدول التغيرات ناقص 2 فهي قيمة دنيا للدالة اف على المجال ناقص 1 زائد ما لا نهاية، وبالتالي مهما يكون اكس ينتمي إلى المجال ناقص 1 زائد ما لا نهاية اف لي اكس أكبر من أو يساوي ناقص 2. السؤال الثاني، استنتج حلول المترجحة f لي x زائد 2 أكبر من أو يساوي 0. حسب السؤال 7 لدينا f لي x ناقص 2 أكبر من أو يساوي 0 لكل x من المجال ناقص 1 زائد ما لا نهاية، يعني أن f لي x أكبر من زائد 2 أكبر من أو يساوي 0، وبالتالي مجموعة الحلول فهي المجال ناقص 1 زائد ما لا نهاية. السؤال التاسع، الدالة جي لنبين أن جي تقبل دالة عكسية على المجال جي. الدالة الجي هي قصور، هي دالة متصلة على المجال صفر زائد ما لا نهاية، لأنها قصور الدالة اف، والدالة اف متصلة بين نفس السؤال اللي قبل. والجي تقبل دالة عكسية لأنها تزايدية ومتصلة، سوف هنا بالنسبة للمجال صفر زائد ما لا نهاية فهي تزايدية، والمجال هو صورة المجال صفر زائد ما لا نهاية هي ناقص 2 زائد ما لا نهاية، بالتالي فهي دالة متصلة. دونك عندنا ثلاثة الشرط الأول اللي هو الاتصال، والشرط الثاني اللي هي الرتبة قطعا، يعني التزايد قطعا أو تناقص قطعا، وبالتالي الدالة جي تقبل دالة عكسية على المجال جي، حيث أن جي هو صورة المجال إي، وانطلاقا من جدول التغيرات فإن اف لجي اف لإي هي ناقص 2 زائد ما لا نهاية. لنبين أن جي لي إكس تساوي صفر تقبل حلا وحيدا ألفا من المجال 4 6. بالنسبة لنا يجب استعمال مبرهنة القيم الوسطية. الشرط الأول اللي هو الاتصال، فالدالة جي متصلة لأن هي فقط قصور الدالة اف على المجال صفر زائد ما لا نهاية، تزايدية قطعا، يعني بالتالي يجب فقط استنتاج أو لا تحديد إشارة اف لأربعة واف لستة لأن الدالة معرفة على المجال أربعة ستة. لدينا جي متصلة ورتيبة قطعا لأن قصور اف على أربعة ستة، ولدينا اف ل 4 تساوي 4 ناقص 2 جذر مربع 5 اصغر من صفر، واف ل 6 تساوي او 2 جي ل 6 تساوي 6 ناقص 2 جذر مربع 7 اللي هي اكبر قطعا من صفر، وبالتالي حسب مبرهنه القيم الوسطيه فان جي ل اكس تساوي 0 تقبل حلا واحدا الفا من المجال 4 6. لنبين ان الفا اس 2 ناقص 4 الفا ناقص 4 يساوي 0. لدينا الفا حل المعادله جي ل اكس يساوي 0، يعني ان جي ل الفا يساوي 0.
يكافئ أن ألفا زائد جوج جذر مربع ألفا زائد واحد الكل زائد واحد يساوي صفر، يعني أن ألفا تساوي ناقص جوج جذر مربع ألفا زائد واحد، وبالتالي ألفا أس اثنان يساوي أربعة عامل لألفا زائد واحد، يعني أن ألفا أس اثنان ناقص أربعة ألفا ناقص أربعة يساوي صفر. السؤال د نقطة تقاطع السلة F مع محوري المعلم. أولا نقطة تقاطع السلة F مع محور الأرتيب، فهي دائما نقطة تقاطع هي A أو النقطة B أو النقطة C، يعني اسميها اللي بغيتو، التي أفصلها صفر وأرتبها هي F لصفر. دونك بالتالي النقطة A هي صفر، F لصفر هي ناقص جوج. نقطة تقاطع السلة F مع محور الأفاصيل فهي تنحل المعادلة F ل X يساوي صفر، بالتالي انطلاقا من المجال، انطلاقا من جذور التغيرات ومبرهنة القيم الوسطية، فالعدد الوحيد الذي او حل المعادلة جي لي اكس ولا اف لي اكس يساوي صفر هو العدد الفا فقط، بالتالي بي الفا صفر هي نقطة تقاطع الدالة اف مع السلة اف مع محور الافاصيل. سؤال ها، لدينا جي لي صفر يساوي ناقص جوج، اذا جي موانزا لي ناقص جوج يساوي صفر، وجي لي الفا يساوي صفر، اذا جي موانزا لي صفر يساوي ألفا، وبالتالي لقد حددنا صور ناقص جوج وصفر بالدالة العكسية اللي هي جي موانزا. تا تحديد جي موانزا لإكس، بالتالي نأخذ إيكغيك ينتمي إلى المجال صفر زائد ما لا نهاية، وإكس ينتمي إلى المجال ناقص جوج زائد ما لا نهاية. جي لإيكغيك يساوي إكس، يكفي أن إيكغيك ناقص جوج جذر مربع إيكغيك زائد واحد يساوي إكس. لدينا هذه الصيغة إيكغيك ناقص جوج جذر مربع إيكغيك زائد واحد، فهي بداية للمتطابقة الهامة، سأحاول تعميلها باستعمال المتطابقة الهامة. بالتالي إيكغيك زائد واحد أضفت واحد وأنقص واحد، ناقص اثنان جذر مربع إيكغيك زائد واحد ناقص واحد يساوي إكس، بالتالي فهي تساوي جذر مربع إيكغيك زائد واحد الكل أس اثنان ناقص اثنان جذر مربع إيكغيك زائد واحد زائد واحد ناقص واحد وناقص واحد للإضافة اللي هو ب أس اثنان، يعني أضفت واحد ب أس اثنان ناقص واحد، بالتالي سوف تصبح جذر مربع إيكغيك زائد واحد ناقص واحد الكل أس اثنان تساوي إكس زائد جوج، يعني أن جذر مربع إيكغيك زائد واحد ناقص واحد تساوي جذر مربع إكس زائد جوج، يعني أن جذر مربع إيكغيك زائد واحد تساوي جذر مربع إكس زائد جوج ناقص زائد واحد، بالتالي إيكغيك زائد واحد سوف أرفع الكل أس اثنان، إيكغيك زائد واحد تساوي جذر مربع إكس زائد جوج زائد واحد الكل أس اثنان، يعني تكافئ أن إيكغيك تساوي جذر مربع إكس زائد واحد زائد واحد الكل أس اثنان ناقص واحد، وبالتالي هذه هي الصيغة للدالة العكسية جي موانزا لإكس تساوي جذر مربع إكس زائد واحد زائد واحد الكل أس اثنان ناقص ناقص واحد. يمكن نشرها ويمكن تركها بالصيغة التالية. عشرة، لنحل في أغ المتراجحة إف لإكس يساوي صفر. من خلال جدول التغيرات فإن إف نستنتج أن مهما يكون x ينتمي إلى ألفا زائد ما لا نهاية f ل x أكبر من أو يساوي صفر، وبالتالي مجموعة الحلول هي ألفا زائد ما لا نهاية. إلى هنا يأتي نهاية السؤال أو التمرين الأول، سوف نمر إلى تصحيح التمرين الثاني. التمرين الثاني فسوف أحول 27 إلى 3 أس 3 و 81 إلى 3 أس 4، وبالتالي أ تساوي 3 أس 3 الكل أس 2 على 7، 3 أس 4 في الكل أس 1 على 4، 3 أس 17 مقسوم على 3 أس 17 على 3، بما أن لديهم نفس الأساس بالتالي فهو يساوي 3 أس 6 على 7، لأن 3 في 2 على 7 زائد 4 على 4 هي 1 ناقص 17 على 3. بعد توحيد المقام نجد أنه يساوي 3 أس ناقص 80 على 21. بالنسبة للنهاية لدينا النهاية ديال إكس أس 7 ناقص 3 إكس أس 2 زائد 4 تساوي النهاية ديال إكس أس 7 لأنها حدودية، بالتالي تناخذ الجزء الخاص ب او الحد الذي له اكبر اس بالنسبه للحدوديه، بالتالي فهي تساوي زائد ما لا نهايه، يعني ان النهايه ديال، وبالتالي عندما نمر الى جذر من الرتبه ان فتبقى زائد ما لا نهايه، وبالتالي فهي ليميت ديال اكس زائد ما لا نهايه في جذر من الرتبه 1000 2000 3000 تبقى هي زائد ما لا نهايه. بالنسبه للنهايه المواليه ليميت ديال اكس، الليميت ديال الجذر من الرتبة 4 ديال إكس أس 3 زائد 27 زائد 3 تساوي الجذر من الرتبة 4 ديال 27 زائد 3، وليميت ديال إكس تساوي صفر عندما يأكل إكس إلى صفر، وبالتالي في البسط فيه عدد موجب والمقام فيه صفر لكن إشارته موجبة، بالتالي فتصبح زائد ما لا نهاية، وبالتالي فهي إشارة
أما بالنسبة للموالية، النهاية الموالية فلدينا نهاية فيها شكل غير محدد، لأن إذا عوضنا عفوا إكس يؤول إلى صفر ليس زائد ما لا نهاية، النهاية إكس يؤول إلى صفر عندما يؤول إكس إلى زائد 27 تعطينا هي 3 ناقص 3 هي صفر، وفي المقام فيه صفر، وبالتالي شكل صفر على صفر فهو شكل غير محدد. سوف أحاول التعميل باستعمال المتطابقة الهامة اللي هي أ أس 3 ناقص ب أس 3 تساوي أ ناقص ب عامل ل أ أس 2 زائد أ ب زائد أ ب أس 2. بالتالي سوف أضرب في العدد أ أس 2 زائد أ ب زائد ب أس 2 في البسط وفي المقام. في البسط سوف تصبح أ أس 3 ناقص ب أس 3 اللي هي جذر من الرتبة 3 ديال إكس زائد 27 الكل أس 3 ناقص 3 أس 3، وفي المقام هي إكس عامل لجذر من الرتبة 3 ديال إكس زائد 27 الكل أس 2 زائد 3 في جذر من الرتبة 3 ديال إكس زائد 27 زائد 3 أس 2. من بعد بالتالي جذر من ان من الرتبة ان ديال اكس اس ان فهي تساوي اكس، وبالتالي سوف ازيل جذر من الرتبة 3 ومع الاس ديال اس 3 ستبقى اكس زائد 27 ناقص 27 يعني تساوي اكس، وعلى اكس سوف اختزل باكس سوف اجد 1 على جذر من الرتبة 3 ديال اكس زائد 27 الكل اس 2 زائد 3 جذر من الرتبة 3 ديال اكس زائد 27 زائد 3 اس 2. من بعد النهاية ديال صفر فهي تساوي 1 على 3 اس 2 هي 9 زائد 3 في 3 هي 9 زائد 3 أس 2 هي 9 هي 1 على 9 زائد 9 زائد 9 هي 1 على 27، بالتالي النهاية تساوي 1 على 27. بالنسبة للسؤال الأخير فالاف لي إكس تساوي إكس أس 2 زائد 2 إكس ناقص أ عندما يكون إكس أصغر قطعا من 2، والنهاية وإف لي إكس تساوي 2 إكس أس 2 ناقص أ إكس ناقص أ زائد ب على إكس عندما يكون إكس أكبر من أو يساوي 2. السؤال المطلوب هو تحديد العلاقة ما بين أ و ب لكي تكون F دالة متصلة في النقطة 2. بالنسبة للصورة F ل 2 تساوي 8 ناقص A زائد B على 2، والنهاية ديال F ل X عندما تؤول X إلى 2 ناقص يعني على اليسار فستصبح هي النهاية ديال X أس 2 زائد 2 X ناقص A اللي هي تساوي 8 ناقص A. لكي تكون الدالة متصلة في النقطة 2 يجب أن تكون النهاية على اليسار أيضا تساوي F ل 2، بالتالي سوف ضروري ان تصبح 8 ناقص ا تساوي 8 ناقص ا زائد ب الكل اس 2، يعني ان 2 عامل ل 8 ناقص ا تساوي 8 ناقص ا زائد 2 اي 16 ناقص 2 ا تساوي 8 ناقص ا زائد ب، وبالتالي ف ب زائد ا تساوي 8 بحيث ا و ب عددان حقيقيين. الى هنا ياتي نهايه هذا النموذج من الفرض المحروس رقم 1 بالنسبه للثانيه بكالوريا علوم الحياة والأرض وعلوم فيزيائية. فعند نفس